بكم من جديد مع انا والطبيب. المناعه محيره ناس كتير قوي الفتره دي، يعني ممكن نكون اسره مع بعض في البيت، شخص يجيله دور برد او سخونه او متحور كورونا ويعدي عليه الموضوع بسيط، وبعدين مثلا اختك اخوك مامتك باباك يتعدي منك فالموضوع يكون كبير قوي عنده، فنقول الله هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعه، ما هو انا كنت تعبان بس مش قوي كده. لا، عايزين نركز بقى في النقطه دي. مش معنى ان حد جاله برد سواء صاحبك او زميلك او معاك في الشغل او قريبك والموضوع بسيط فانت تستهون بيه، فانت تتعامل معاه كده بصوره ارتجائيه وعاديه، فاللي هو عادي ما هو البرد عنده بسيط، مش معنى كده ان هو هيجي لك انت كمان بسيط. لا، هو مش هيجي لك بسيط لو انت مناعتك ضعيفه. مش هنفضل نلف وندور بقى ونروح نعمل تحاليل ومش عارفه ايه، طب ما انا يعني اختصر ده كله واخلي بالي من مناعتي سواء ضعيفه او سواء هي وسط او قويه، طب ما انا اديها المناسب ليها كل يوم، اديها الفيتامينز اللي جسمي محتاجه يوميا، لان طبعا انا مش باكل اكل صحي، وحتى لو اكلت يوم اكل صحي انا يعني مش قاعد بقى في مركز متكامل بياكلني وبيحسب وبالجرامات والقصص دي، لا انا محتاج ان انا كل يوم اخد جزء معين من فيتامينز هو بيعمل لي كفرنج حلو قوي على مناعتي. ده اللي هنعرفه النهارده من الخبره الكبيره اللي موجود معانا النهارده، واستاذنا زي ما احنا بنقول ومشرفنا، لان حضرتك بجد سايب بصمه حلوه قوي مع الناس في موضوع المناعه ده. خلينا نرحب بالدكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والبطنيه، مستشار الطبي لشركه AMD. اهلا بيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. تقول ايه للناس اللي هي يعني بتستهون بقصه اصلي لو ده عنده برد خفيف وشويه انفلونزا فمعنى كده ان انا هيجي لي نفس الطريقه، يعني طبعًا نفس طريقه البرد بتاعته لو انا تعديت منه فهتعدي. تمام. تقول ايه بقى للناس اللي هي فاكره كده والموضوع مش كده تماما؟ طيب، هو ممكن في ناس كتير جدا ما تعرفش كلمه المناعه دي معناها ايه. فاحنا لو حبينا نبسطها قوي هنقول هو المناعه دي جهاز موجود في جسمنا زي اي جهاز. اوكي. متخصص في ايه؟ في الدفاع عن الجسم ضد ايه؟ ضد حاجات اجنبيه. يعني ايه حاجات اجنبيه؟ يعني حاجات لا تنتمي للجسم، سواء كان الحاجات دي فيروسات، بكتيريا، طفيليات، سواء خلايا سرطانيه، او سواء لو لبينا نتكلم بقى نقول ايه، خلايا غريبه عن الجسم بمعنى صح. طيب، الدفاع عنها متطلب لايه؟ يعني انا دلوقتي عشان اقدر ادافع عن الحاجه دي لازم اميز ان الحاجه دي ذاتيه او غير ذاتيه. ذاتيه يعني تنتمي للجسم يبقى انا كده مش ههاجمها. طب غير ذاتيه؟ لا طبعا دي غريبه عن الجسم ولازم اهاجمها. طيب عشان اهاجمها يبقى لازم اتاكد ان الحاجات المسؤوله عن مهاجمتها هي مهاجمه المناعه. بتتم ازاي؟ بتتم عندنا في 3-4 خطوات. اول خطوه بيتم عندنا اللي هي رقم 1، لما ببدا اتناول حاجه زي يعني عايز ابسطها للناس بطريقه ابسط، اني انا جلد. الجلد ده حاجه ماديه كلنا حاسينها بايدينا. حلو. طيب، قوه الجلد عندي مفيش اي جروح، مفيش اي حاجه، فبالتالي مفيش سهل لاختراق الجلد. طيب، حاجه زي الاغشيه المخاطيه، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي، كل دي اغشيه مخاطيه. قرنيه العين، كل الحاجات دي مسؤول عنها فيتامين معين عن تقويتها. دي نقطة عايز أخلي الناس بس معايا كده تحطها على جنب. إحنا ذكرناها. النقطة التانية اللي أنا حابب أذكرها مع بعض اللي هي إزاي أنا دلوقتي خلاص جالي فيروس هيبدأ الجسم يتصرف إزاي؟ رقم 1، هبدأ عايز أتأكد إن جهاز المناعة عندي قوي ولا لأ، بتعرف على الفيروس أو البكتيريا ده إن دي حاجة غريبة عن الجسم. رقم 2، تعبئة، ببدأ أعبي أو بمعنى صح أبدأ أجهز قوتي، الجيوش بتاعتي عشان تبدأ تهاجم. تاني حاجة المهاجمة نفسها، دي خطوة تالتة. رابع حاجة وده الأهم، السيطرة على الهجوم. يعني أنا ممكن أروح أوصل لمكان أعمل مشكلة كبيرة وتخرج عن السيطرة ويبدأش أقدر أتحجم فيها. صح. دي ليها فيتامين معين هنتكلم عليه مهم جدا للسيطرة عليه، لأن لو خرجت الأمور عن السيطرة يبقى الجسم خرج. صح. عن سيطرته اللي هي حالة الهياج اللي بنسميها، اللي بتبقى داخل الجسم فيها نتيجة مضاعفات الحادة اللي بنشوفها. أوكي. طيب، يبقى لازم أتعرف على المواد اللي بتقدر تسيطر على جهاز المناعة عندي أو بتبدأ تقويه، وبتكلم على المناعة الطبيعية وليس المناعة المكتسبة. المكتسبة اللي هي الخارجية
باخدها في المضاد الحيوي اللي باخده الكلام ده كله. لا انا عايز مناعتي الطبيعيه هي اللي تتغلب. عايز الموضوع هو لو المضاد الحيوي اصلا انا باخده وانا ضعيف او مناعتي، ما انا برضو حتى لو خدت مضادات حيويه وانا مناعتي قليله قوي اكيد طبعا مش هيعمل حاجه. اكيد طبعا برضو الناس لازم تركز في النقطه دي. مهما تاخد علاج ومضادات وقصص دي وانت مناعتك ضعيفه، طب ما هو ايه اللي هيساعد المضاد الحيوي؟ هتصعب المشكله. المشن نفسها المهمه صح. على الطبيب ما كانتش ناس كتير قوي راحت يعني بعد شهر لا قدر الله جالها مضاعفات حاده فعلا ووصلت لحاجات احنا يا رب نبقى بعد عنها تماما. طيب يبقى اذا لازم اتعرف على الحاجات اللي هتمثل لي اللي اتفقنا عليها قبل كده. طيب انا عندي فيه اوميجا 3 فيتامين د وفيتامين الف. حلو. الثلاث حاجات دول صدقيني احنا كاطباء ما كناش عارفين اهميتهم قد ما ظهرت اهميتهم جدا مع ظهور موضوع الكورونا. اوكي. بل احنا دلوقتي بقينا حتى لو دور برد متاكدين انه دور برد لابد ان احنا بنسال عن المناعه الطبيعيه اخبارها ايه؟ هل انت بتاخد مكملات غذائيه فيها اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف؟ يمكن الكولوسيز جاوب على النقطه دي. جاوب لان هو زيت كبد حوت ويحتوي على الثلاث مكونات اللي اتفقنا عليهم. الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. طيب يا دكتور فايده الحاجات ايه بالنسبه للمقدمه اللي انت قلتها ولا ذكرت فيها؟ تعالى بقى ناخد كل فيتامينز مزبوط. بالحاجه اللي احنا حطيناها على جنب. على جنب. يعني اللي بيقاوم مين؟ نتكلم عن فيتامين الف. اوكي. طب احنا اتفقنا ان احنا قلنا فيها مصدات طبيعيه ومهمه جدا الجلد، الاغشيه المخاطيه للانف والفم والقرنيه بتاعه العين، الغشاء المخاطي بتاع العين نفسه. كل الكلام ده مهم جدا. مهم طيب جداً. فيتامين الف بيعمل ايه؟ هو بيساعد على تقفيل المسام بتاعت الاغشيه المخاطيه دي. أوكي. فبالتالي لما يجي الفيروس، ما هو الفيروس بيجي عن طريق ايه؟ حضرتك كف الله الشر مصابه بالفيروس وانا غير مصاب. بنتكلم مع بعض مسافه اقل من المسافه الاحترازيه اللي بينا. حضرتك مش لابسه كمامه. ما فيش اي وسائل اخدها احترازيه، انا مش لابس ماسك. احنا ما بنلبس الكمامه غير في الاخر اللي هو ايه؟ مزبوط. قبل لا قدر الله الموت. انا سامع ان في موجه قربت. لا انا حابب البس. هي الموضوع لا انا مش سامع ده، انا لما اشوف المستشفيات اتقفلت ويعني ما فيش خلاص. يعني هو مبدا عندنا غريب. فدي نقطه مهمه جدا جدا تخليني اقول ان الكولوسيس في النقطه دي بجميع محتوياته الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف اللي انا كنت قبل الكولوسيس بحطهم في البروتوكول بتاعي وكنت بضطر اخلي المريض او مش المريض المشاهد هنقول يضطر ياخد بدل ما بياخد كبسولتين او ثلاث كبسولات في اليوم، لا بقول له هتاخد 8 9 كبسولات في اليوم. طبعا يعني عايز اقول كميه انا نفسي مش حواظب عليها لان مش انا مريض، او بمعنى صح انا مش شخص مريض عشان تديني 9 كبسولات ولا 8 كبسولات في اليوم. يا دكتور صح. ده كفايه كمان العلاج بتاعي لو كنت مريض. دي نقطه. النقطه اللي عايز يمكن اقولها ودي بشوفها كتير قوي الايام دي، انا من نوعيه اللي بجيب المريض بتاعي بقول له تعالى لي بعد 3 ايام. طب اشمعنى؟ بتابع التعب بالمرض، هل في تقدم، هل في ثبات عند نفس الوضع، هل في تاخر في الحاله. طيب بعد 3 ايام الكلمه الدارجة عنده، يا دكتور انا بقيت كويس جدا بس في مشكله عندي، في وجع في جسمي، في همدان، كل حته في عظمي وجعاني. دي نقطة أنا بوافقه جدا فيها نظرا لحالة الحرب اللي كان موجود فيها وبقولها له بين قوسين، أنت في فترة نقاهة. طب فترة نقاهة بتفرج على نفسي كده وبس؟ بقعد أتفرج على نفسي؟ لا طبعا. عايز أقول هنا بقى الكولوسيس هيبقى ليه فايدة مهمة قوي. إحنا اتفقنا إن الكولوسيس في أوميجا 3. أوكي. في أربع أضعاف القوة عندي، أربع أضعاف طاقتي باخدهم زيادة عن الجلوكوز، زيادة عن الأكل العادي. دي نقطة. حلو. فيتامين د اللي اكتر لو يمكن قبل موضوع الكورونا كلنا كنا بنعاني بموضوع الارهاق والتعب، المجهود غير ببدا ببذله بيبقى ضعيف، ولكن مش ده مجهود اللي انا بعمله صح. كل ده فوجئنا ان في نقص في فيتامين د. يبقى لما الاقي حاجه واحده بتقدر تلم حاجات كتير معايا ما قبل العدوى وفي اثناء العدوى وما بعد العدوى، يبقى اذا انا بتكلم على حاجه مفيده ليا في جميع الأشياء. يعني انا اهو يا دكتور وقاعده بتفرج على حضرتك والحمد لله لسه مش عندي برد ولا اي حاجه جات لي،
اتصل بالصيدليه واجيب الكولوسيز، اوكي مزبوط. ابتدي اخده حتى لو ما فيش اي اعراض وما فيش حاجه لمده قد ايه؟ ممتاز قوي السؤال ده. يمكن السؤال ده لو اتسال الفيتامينز اللي كلنا عارفينها في الصيدليه هقول لك لابد ان يبقى في تحليل، لابد ان يبقى في بريسكريبشن، رشيد الدكتور، لان هو بيحدد المده قد ايه. لكن لما اتكلم عن الكولوسيز يبقى بتكلم على مكمل غذائي، حاجه ناتشورال، بتكلم على الجرعات الموجوده من اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين ألف، هي الجرعه اليوميه اللي محتاجها جسمي. حل. مع اختلاف السن. لو جينا نقول من سن سنه لسبع سنين هنبقى هناخد كبسوله واحده في اليوم. اوكي. هنعتبر السن سنك انت مثلا من سن سنه لسبع سنين؟ اه قوي. قوي. طيب نقول من سن سبع سنين لحد 30 سنه هيبقى كبسولتين في اليوم. ده انا لسه بسنن. يديك الصحة. ربنا يخليك يا دكتور. طب فوق سن 30 سنة أو صاحب مرض مزمن زي قلب أو ضغط أو سكر، أقول له تاخد 3 كبسولات في اليوم. هيجي المشاهد يسألني إيه ده، يعني أنا لو مريض ضغط أو سكر أو قلب آخد الكولوسيز؟ ده أنت أأمن حاجة ليك الكولوسيز طبعاً، لأنه كمان هيساعدك في حاجات كتير جدا، حرق بقى، هتعرفها بعد كده، كوليسترول، تقوية مناعة. ده بيساعد كمان الناس الكبيرة أكتر من الناس الصغيرة. ممتاز. على الأقل الناس الصغيرة لسه عندها المناعة اللي هي الطفولية اللي هي طالعة بيها أصلا. مظبوط. يمكن لكن عشان الناس كده احنا بنخافش من الصغيرين قوي. الصغيرين اه حتى لو جت كورونا الموضوع بيبقى على هادي معايا كده يعني. بس خلي بالك من السن الكبير. لو عندك جدك جدتك حماك حماتك أي حد، بقول لك لا، حاول تبعد عنهم، حاول تتجنبهم. ليه؟ طيب انا اتجنبهم بس لا اتجنبهم واديهم النصيحه. اقول له لا، انت محتاج اوميجا 3، محتاج فيتامين د، محتاج فيتامين الف، بين قوسين اللي هو الكولوسيز، اخده 3 مرات في اليوم، وبالذات لو كان عندي مرض مزمن زي الضغط او السكر. بعيد بقى، بعيد عن الكورونا الفتره دي والمناعه والقصص دي. احنا كده خلاص خدنا الكفر الحلو للمناعه وعرفنا، حكينا قصص كتير قوي. انا هستفيد بيه ايه بقى كبنوته؟ لعظمي، لشعري، لتقويه مناعتي، ايه الاستفاده الاكتر بيه اللي انا بقى اخده على طول؟ انت عايزه تعرفي كل حاجه عن الكولوسيز. اه بصراحه. طيب. اصل انا ناويه امشي عليه بصراحه. طيب بصي انا هقول لك حاجه، لان انا بكسل قوي اخد فيتامين معرفش ايه وايه وايه، واجيب من ده حقن، واجيب من ده كبسول، واجيب من ده في حاجه بتحط تحت لساني، يعني حاجات كتيره قوي. وانا خصوصا الناس اللي بتعمل دايت، يعني بعمل دايت الفتره دي. تمام. فانا اكيد عندي نقص في الفيتامين. اكيد ومحتاجه عشان خاطر نظام اكلك والسعرات الحراريه بتاعتك بتبقى محدوده. في دقيقه كده قول لي دكتور ممكن يعمل معايا ايه؟ طيب احنا اتفقنا ان الكولوسيز فيه فيتامين الف. تخيل ان فيتامين الف بس مش المناعه اللي اتكلمنا عليها. لا، فيتامين الف كمان هيفيدني، فيتامين الصحه والجمال. يعني انا لو حصل ان انا مثلا عندي مشاكل في البشره، عندي ظهور تجاعيد، ظهور الخطوط الرفيعه، كل ده فيتامين الف يقدر ما يظهرهاش. سقوط شعر. سقوط شعر طبعا مهم جدا. فروه الراس نفسها، الغذاء بيخلي الشعر ما بقاش جافه. حاجات كتير جدا بالنسبه لنقطه الشعر والبشره، كمان الندوب، التصبغات، الحاجات دي كلها فيتامين الف قوي فيها. فيتامين زي فيتامين د، حضرتك ذكرتي عظمنا. عمر ما الكالسيوم انا وهو قليل عندي، ما كنتش بقدر اقوم حتى من على السرير، ومش فاهمه، مش فاهمه ان ده فيتامين د. وكتير مننا بيتعرض للمكيفات دلوقتي والكلام ده كله، بيحس وجع في عظمنا. لا، فيتامين د بيقوي النقطه دي كويس جدا. انا بشكرك جدا جدا، وكل مره باخد منك حاجه جديده. شكرا. وحاجه انا بستفيد بيها انا شخصيا. اشكرك، نورتنا، وهتنورها ان شاء الله في فقرات جايه وهنتكلم باستفاضه اكتر. نشكر دكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدريه والباطنيه ومستشار طبي لشركه AMD، وانا كمان بشكركم. خليكم دايما في فقرات جديده مع انا والطبيب.